إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لو بتحبيه خافي عليه. انت بتوديه جهنم. لو بتحبيه ابعد. انت اللي بتفتنيه في دين الوقت. مش هتاخدها من ربنا غصب عنك. مش هتاخدها من ربنا بمعصيته. لو خدتها بمعصية ربنا, ربنا هيذلك بيها ويعذبك بيها. خد بالك. انت وانت قاعد دلوقتي بتكلمها في التليفون بقالك ساعتين. انت مراتك اللي هتتجوزها بعد كذا سنة. واحد بيكلمها في التليفون الوقت برضه بقاله ساعتين. وبيقول لها نفس الكلام اللي بتقوله لها. انت واقف معاها بقالك 4 ساعات. وبتقول لها الكلام اللي بتقوله لها مراتك اللي هتتجوزها بعد كذا سنة. قاعدة مع واحد تاني. وبيقول لها نفس الكلام. وبيمسك ايديها نفس المسكة. خد بالك. واقف معاه بقالك 3 ساعات. ربنا نازل لكم من فوق 7 سماوات. معرض نفسك لنظرة غضب من الله. انت عارف لو ربنا نزل لك نظرة غضب هتضيع كل حاجة في حياتك. هتنتهي. ممكن الكلام اللي بقوله لك دلوقتي ده اخر رسالة هتوصل لك قبل ما يتوفاك الله سبحانه وتعالى. نار يا جنة يوم القيامة. يا ترى مين اللي هيعدي من على الصراط ومين اللي رجله هتزل ويسقط في النار مننا؟ يا ترى مين اللي اول ليلة في القبر هيجاوب على اسئلة الملكين؟ مين اللي مش هيقدر يجاوب؟ هيديله كتابه بيمينه. ومين اللي هياخد كتابه بشماله من هنا؟ يا ترى يا جماعه مين اللي هيقف على باب الجنه يتفتح له ابواب الثمانيه؟ ومين اللي هتتقفل في وشه كلها من هنا؟ يا ترى يا جماعه يومئذ يتفرقون لما نتفرق. كل واحد مننا يروح فين؟ كل واحد مننا هيركب طياره رايحه لاي مقام. يا جماعه الجنه ونار. الموضوع خطير. الموضوع خطير. الا وعن سعادتي هتموت على ايه؟ هتموت والناس قاعدة متألمة في قلبها. محدش عايز يتكلم ويقول ماتت على الطبق. محدش عايز يتكلم ويقول يا ريتها تابت قبل ما تموت. خد بالك انك انت على يمينك ملك وعلى شمالك ملك. وقفتك معاها هيكتبها ملك اليمين ولا ملك الشمال. خد بالك ان الارض اللي انت واقفة عليها هتشهد عليكي او ليكي. يوم القيامة هتشهد عليكي ولا ليكي. والجنان